حلقة النهاردة استثنائية جدا جدا، لان جاي اعلمك فيها طريقة حقيقية نفعت مع اغلبية التقنيين اللي اشتغلوا عليها قبل كده. ده يدل على شيء، يدل على اني شرحت الموضوع ده قبل كده ولكن بفكرة تانية في 3 فيديوهات عندي في القناة، وفي اكتر من تقني منكو جه وكلمني على الخاص ووراني اثباتات الربح الخاصة بيه. جاي النهاردة بشوية تطوير على الفكرة الرئيسية، وبعرضها لك النهاردة على طبق من ذهب، وبقول لك خش يا باشا وانت متأكد ان شاء الله انك هتكسب. يعني هتكسب، انت داخل النهاردة في مجال نسبة الخسارة فيه تقريبا 5 إلى 10%، اللي هي نسبة لا تذكر حرفيا. فانت داخل تشتغل وتكسب فلوس من طريقة فعلا تستغل او تستاهل وقتك ومجهودك وتفكيرك وحاجات تانية كتيرة جدا جدا. ده بالاضافة الى انك ممكن تشتغل على الطريقة دي باستخدام الموبايل الخاص بيك او حتى جهاز الكمبيوتر. ما عندناش هنا اي سبيسيفيكيشنز او اي متطلبات عالية شوية على المبتدئين، لا خالص، كل حاجة متاحة للمبتدئين تشتغل عليها وانت مطمن. زي ما قلنا انك ان شاء الله بعد شهر واحد من شغلك على الاستراتيجية دي، لو اديتها وقتك ومجهودك وافكارك وطورت من نفسك، هتقدر في نهاية الشهر ده يكون معاك مبلغ مالي محترم جدا جدا من الطريقة دي. مش عايز اطول عليك اكتر من كده، انت من المتوقع انك توصل ل$100 في اول شهر ارباح من الطريقة دي لو اشتغلت من اول ما نزل الفيديو ده. ليه؟ لان الاستراتيجية دي هتبقى معروضة للجميع، بالتالي ممكن اكتر من واحد يخش يزاحم المجال ده بجانب شغلك انت، فتخش انت متأخر تلاقي ان الموضوع اتملى. يعني في اكتر من حد شغال قبل منك بنفس الاستراتيجية ونفس الطريقة، وانا عارف الناس هتاخدها كوبي بيست، مش هتطور من نفسها، فالموضوع ممكن يبقى صعب بالنسبة لك. بس لو انت ذكي وبتشغل دماغك، لو انت تقني من التقنيين، انا عارف انك هتتخطى الموضوع ده وهتوصل لافكار متشعبة من الفكرة الرئيسية. نبدأ على بركة الله، وما تنسوناش بدعمكم باللايك والشير والكومنت، ولو لسه ما اشتركتش يشرفني تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتكون اخ وتقني ليا، ونبدأ على بركة الله. يلا بينا نبدأ مباشرة، ندخل على الشرح العملي ونتكلم كده بالعقل شوية. يعني تقول لي وتثبت لي يا ريان ازاي انا هكسب من الطريقة دي، وايه هي الطريقة اصلا، وتحاول تقنعني. ده دوري بقى في الفيديو ده، ان اقنعك بالطريقة دي واقول لك روح دور كمان على حاجات تانية خاصة بالطريقة دي واشتغل بيها، لان دي فكرتي ودوري في القناة دي. هنتكلم النهاردة زي ما اتكلمت في 3 فيديوهات قبل كده. ادي اول فيديو يا باشا، اكسب $465 من خرائط جوجل والسحب فودافون كاش. والفيديو ده هو اللي جالي اكتر من تقني منكو قال لي ان انا كسبت من الطريقة دي واشتغلت عليها، بس طبعا للاسف مفيش حد فيهم وافق اني اطلع سكرين شوت للارباح او الرساله او غيره. الناس خايفه من الحسد يعني، وده طبيعي. تاني فيديو معايا كان نفس الفكره برضو، السي بي اي الحلال، كان سي بي اي فايفر مع جوجل او خرائط جوجل برضو بنفس الفكره اللي هنا، ولكن بتطوير. يعني دي فكره واحده تطوير، دي تطوير للفكره اللي قبليها، والفيديو بتاع النهارده يبقى تطوير للفكرتين اللي فاتوا. تمام، اتكلمت كمان هنا عن استغلال الايميلات، ايميلات الجيميل خلاص في الربح برضو من خرائط جوجل. يعني تقريبا كده الافكار كلها معتمده على خرائط جوجل. تمام، فالايميلات والطريقتين اللي قبل كده هنستغلهم في فيديو النهارده ولكن بطريقه متطوره. تمام، فحضرتك كده هتخش زي الباشا على جوجل وتكتب فوتوغرافرز، تمام، او مصور. خلينا يا باشا فوتوغرافر، ايه ده انا بقى بقلب عربي اجنبي ليه؟ فوتوغرافر ان ايجيبت، بدل ايجيبت مثلا ممكن اخليها كايرو. تمام، وادوس كده على انتر. انت بتعمل ايه؟ بتخش كده خلاص على جوجل وتكتب فوتوغرافر ان كايرو، ان مينيا، ان موروكو، ان الجيريا، ان يو اس اي، ان رياض، ان دوحه، ان اي حته. يعني ان وبعد ان اللي حط الدوله اللي انت هتشتغل فيها، سواء كانت محافظه تمام او بلد كامله. يعني مثلا زي ايجيبت ممكن اكتب ان ايجيبت. الكلام ده احنا استخدمناه في الاستراتيجيه دي والاستراتيجيه دي عشان نبحث على عملاء. تمام، فبنخش زي الباشا كده بنكتب الفوتوغرافر. الفوتوغرافر ده ايه؟ اللي هو مصور. تمام، فانا عايز ادور على المصورين اللي موجودين في محيط القاهره. خلاص، هتنزل تحت كده شويه هتلاقي عندك ايه، فوتوغرافر. تمام، وجنب منها كام خريطه زي ما انتم شايفين كده. دوس كده على مور بزنسز، دي كده كلها بزنسز. تمام،
هتلاقي عندك هنا ناس عندها دايركشنز. خلاص لو دوسنا كده على الشخص ده والمصور ده تمام، هيبدا يظهر لك العنوان الخاص بيه، مش عارف ان كان عنده صوره بتاع بينزلك تفاصيل يعني تمام. هتدور هنا سبلاش ويدنج ستوديوز، هتلاقي اغلبيتها استوديوهات تصوير، يعني مش شخص مش فرد ولكن استوديوهات اكتر من استوديو تمام. ولكن اهم حاجه عندنا هنا ان ده عنده موقع، لو دوسنا عليه كده هيدخلني على الموقع بالشكل ده. ده موقع بدائي، خلاص موقع بدائي جدا جدا، بيعرض تمام يعني العملاء، صور العملاء الخاص بيهم تمام. فدي عميل معتمد، يعني محتمل يعني ممكن نجيبه ممكن ما نجيبهوش. خلاص هتدور تاني يا باشا تمام، هتلاقي مثلا عندك محمود، خلاص ده مصور تمام، فوتوجرافر، فوتوجرافي ستوديو تمام، وسايب لك الرقم بتاعه ولكن ما عندهوش موقع، فده برضو عميل محتمل بنسبه كبيره. هنعرف دلوقتي ليه. باقي المصورين مينا دياب فوتوجرافي، لو دوست كده على الموقع بتاعه وباللينك النيو تاب، خلاص هتلاقي برضو ان ده عنده موقع ولكن موقع بدائي، فنسبه الاحتماليه هنا نوعا ما هتبقى يعني 50-50. خلاص الموقع بدائي شويه، مش اللي هو احترافي بنسبه كبيره، وغالبا هو شغال على جيت اهاب اصلا، يعني مش عامل موقع خاص بيه، فدي برضو نسبه كويسه لينا اننا نعرف نعمله موقع محترم ونكسب من خلاله. فده برضو عميل محترم، عميل محتمل، خلاص محتمل او محترم ايا كان تمام. هتدور جيريكو فوتوغرافي، كايرو فوتوغرافي كلاب، محمود احمد فوتوغرافي، هتلاقي ناس كتيره، الاخضر الاحمر ايا كان يعني الاسم بتاعه. المهم هتلاقي عندك اكتر من 10 يعني صفح في جوجل، بتدور انت بتشوف الناس اللي هنا سواء كان عنده رقم او عنده ويب سايت، بتخش كده زي الباشا خلاص تكلمه. انا عايز بس اجيب لك كده ماركو، خلاص عايز اجيب لك واحد تاني كده يكون عامل موقع، اوريك يعني فكره الموقع. طيب في ناس، ودي برضو يعني كويس ان احنا وصلنا لها، في ناس بتبقى عامله صفحات، يعني هو مش رابط الخريطه بتاعته بموقع، رابطه بصفحه على الفيسبوك، فدي برضو يعني بنسبه كبيره عميل محتمل. خلاص خلصنا البحث في خرائط جوجل، ممكن برضو نخش نبحث في الفيسبوك، اكتب فوتوغرافر، وعلى حسب الدوله اللي انت فيها غالبا كده الفيسبوك هيجيب لك المصورين اللي في المحيط الخاص بيك، يعني لو انت في الجزائر غير اللي هيجيبوا لك في المغرب، غير اللي هيجيبوا لك في مصر، غير في ليبيا، غير في باقي الدول تمام. فانت بتدور، دي كلها كده ناس خلاص او عملاء محتملين، كل اللي ظهروا قدام منك دول مصورين، خلاص مصورين وعملاء محتملين. بتخش كده على كل صفحه من الصفحات دي، بتشوف هل عنده حساب فيسبوك، اهو اكيد طبعا عنده حساب فيسبوك، هل عنده حساب انستا، انا اسف، خلاص هل عنده موقع تمام ولا ما عندهوش. فاحنا دلوقتي عرفنا وجمعنا الداتا، بنبدا نعمل اكسل شيت على موقع الاكسل الاونلاين مثلا، او عندك على الجهاز او عندك على الموبايل تمام، وتبدا تحط فيه الداتا الخاصه بالمصورين بالارقام بالمواقع بتاعتهم، ونبدا يا باشا نروح نكلم الناس دي، الناس اللي ما عندهاش مواقع هنقول لها ان المفروض انت يكون عندك، احنا بنتكلمها كشركه تسويق، احنا ناس فاهمه، فلازم وانت بتتكلم تبقى فاهم انت بتطلع ايه خلاص من بقك، او بتكتب ايه على الكيبورد، ما تبقاش تكتب اي حاجه وخلاص وتثبت للي قدامك انك حد مش فاهم او حد جاي داخل يستغله، لا خالص، انت بتعمل لنفسك صفحه على فيسبوك وتعمل لنفسك موقع وتبقى حد كده بروفيشنال، وتروح تكلم الناس على الايميلات او على الصفحات او على الارقام بنفس الطريقه دي، بتقول له ان المنافسه كبيره في مجال الفوتوغرافي او التصوير، والمفروض انت تنافس المواقع او اصحابك او المصورين اللي موجودين حوالين منك بانك تعمل موقع، والموقع ده تعرض فيه شغلك، وده بيزيد نسبه وصول يعني العملاء ليك من خلال جوجل، وتوريه شو كيس دي، ان يعني انت بتعمل ايه، بتخش على جوجل وبتكتب فوتوغرافر ان كايرو، عشان انا حد مثلا على سبيل المثال عندي فوتو شوت وعايز مصور، فبكتب فوتوغرافر ان كايرو او ان مينيا او ان الكساندريا اي حته يعني، خلاص بدور على حد من خلال جوجل. فدي فرصه توصل او فرصه تخلي العميل يوصل ليك انت كمصور، انت بتثبت له بالكلام ده، بتقول له وبتوريه سكرينات وفيديوهات وبتاع، وبتقول له ان الناس دي اللي موجوده في اول الصفحه فوق بتاخد طبعا تقييمات عاليه 103 تقييم واكتر من كده بكتير، الناس دي بيجي لها يعني عملاء كتير جدا جدا على اللي بيجي ليك انت من خلال الفيسبوك، وممكن انت توفر ثمن الاعلانات على الفيسبوك وتعمل بيها الموقع بتاعك اللي هيظبط لك الدنيا. الكلام ده انا بقوله لك عشان انت تحفظه وتصيغه وتروح تقوله للمصورين تمام. طيب نيجي بقى للجد، انت خلصت خلاص كلمت الناس، هتجيب له بقى منين الموقع، هتعمله ازاي الموقع؟ هقول لك الموضوع سهل وبسيط جدا جدا. اول حاجه لو هو ما عندوش موقع زي اللي كده خلاص،
في تاني عندك تحت هنا، ده ما عندوش موقع، ده ما عندوش موقع، هتدور كتير ده ما عندوش موقع، هتلاقي ناس كتير ما عندهاش مواقع. اللي ما عندوش موقع او رابط الويب سايت بصفحه الفيسبوك، تمام، بتروح زي الباشا تقول له ده انا اعمل لك موقع. هتعمله ازاي؟ عندك ارخص استضافتين موجودين، استضافه هوستنجر، ودي اللي انا بنصح بيها طبعا لعده مميزات، بعد منها او فوق منها على طول من ناحيه السعر هي نيمشيب، ولكن نيمشيب 21 دولار ودومين تقريبا، الدومين ده يعني لا يذكر، دومين كده مش كويس، يعني مش دومين دوت كوم او دوت نت، لا دومين اللي هي العادي خلاص. فدي نقطة لا تحسب لنيمشيب، ولكن هي رخيصة، فلو انت عايز توفر 8 دولار ما عندكش مشكلة، تمام، 21 دولار في السنة. نيجي نخش بقى على هوستنجر اللي تديك دومين واس اس ال، ويعني مميزات محترمة جدا جدا في العضوية المتوسطة خلاص، البروفيشنال، البريميوم شيرد هوستنج لل 12 شهر يعني سنة. طبعا الحق خش دلوقتي عشان السعر ده هيتغير دلوقتي، يعني السعر 28 دولار ده السعر ده هيتغير خلاص. ف 28 دولار في السنه بدومين بشهاده اس اس ال بحاجات تانية كتير جدا جدا، والدومين هنا دوت كوم او دوت نت او دوت اورج ايا كان الامتداد ما عندكش مشكله، وبتدفع ببي بال وكريدت كارد وغيره من الطرق التانية، احنا هنتكلم طبعا على الاستضافه مش هنتكلم فيها دلوقتي. فالمهم انت 28 دولار يعني حوالي تقريبا 500 جنيه خلاص. فلو دخلت كده على جوجل مثلا وكتبت 28 يو اس دي تو اي جي بي خلاص، هتلاقي تقريبا 450، قول 450 جنيه، تمام؟ ف 450 جنيه علشان تعمل تشتري استضافه بدومين، تمام؟ وهتجيب القالب منين؟ من موقع انفيتو اليمنتس. انا قلت لكم ان الموقع ده بيقدم ملفات كتيره جدا جدا ممكن تعيد استخدامها عادي جدا لاكثر من عميل عندك، فانت بتشتري عضويه جوه الموقع ده. لو انت معاك كارنيه طالب في كليه او في جامعه بتاخد خصم الشهر الواحد ب 16 دولار، لو انت ما عندكش كارنيه فانت بتاخد الشهر تقريبا ب 30 دولار، فانت بتاخد شهر واحد بس، بتشتري شهر واحد بس ب 30 دولار، بتحمل كل الداتا اللي موجوده في السكشن الخاص بالووردبريس. ولكن انا جايب لك النهارده القوالب او التمبلتس الخاصه بالووردبريس الخاصه بالمصورين زي كده، ده قالب كده لو دورنا على اسمه بره هوريك دلوقتي خلاص، لو خدنا كده الاسم بتاعه بره وشفنا بيتباع بقد ايه على سيم فورست هتلاقي انه سعره 23 دولار، انت بتاخده طبعا العضويه مع العضويه نفسها. لو دورت طبعا هتلاقي حاجات تانية كتير من ناحيه التقييم هي عاليه وكويسه، فانا عايز بس اوريك كده الشكل بتاعه لايف بريفيو خلاص. ده كده الشكل بيفتح معاك بالشكل ده، طبعا انت بتوريه للعميل، انا خليه اخش على الديموز على طول الاشكال، يعني ده كده شكل منه، ده شكل وده شكل، دي كلها اشكال، ممكن ادوس كده على سي ديمو خلاص. طبعا انت ممكن ذوقيا ما يعجبكش القالب ده، ما عندكش ادنى مشكله، ادخل عندك تقريبا 211 ثيم خاص بالفوتوغرافرز كلها باشكال مختلفه وحاجات جديده وحاجات قديمه عصريه ومش عصريه، كل الكلام ده هتلاقيه موجود عندك هنا خلاص. خش شوف اللي يعجبك وحمل كل الكلام ده واشتغل بيه، ما عندكش ادنى مشكله. ده كده قالب من القالب مثلا على سبيل المثال، يعني ممكن تعمل كده هيقلب لك صوره صوره كمان خلاص نفس الفكره، تمام، وادي كده بالشكل ده. واغلبية المصورين اللي عندهم مواقع عامة دلوقتي هتلاقيهم عاملين مواقع اجنبية، فالموضوع بالنسبة لك هيبقى سهل جدا جدا وبسيط خلاص. يعني قالب زي ده محترم جدا جدا هتشتغل بيه، قول يا سيدي دفعت 33 على السنة كلها، خلينا نقول 33 دولار على ال 12 يعني 2 دولار خلاص، 2 دولار دي يعني نقول 30 يعني نقول 500 جنيه، 500 جنيه هتدفعها لكل عميل وهتبيعها له ب 1000 جنيه، هتكسب انت تقريبا 500 جنيه، تمام. ال 500 جنيه دي اللي هي عامله تقريبا 31 دولار، فيعني 31 دولار ارباح ليك من عميل واحد بس محتمل، وانا بقول لك ان هو محتمل لانه فعلا محتمل، تمام. فانت بتعمل ايه؟ بتخش زي الباشا زي ما قلت لك، تحدد الدوله اللي انت هتشتغل عليها والبلد نفسها والمحافظه او ايا كان، وبتدور بالشكل ده، فوتوغرافر ان كايرو ان الكسندريا ان موروكو، تمام. انا هجرب معاكم برضو خلاص موروكو بالشكل ده، تمام. عندك كتير بقى، كتير جدا جدا مصورين في موروكو، طبعا في ناس ما عندهاش موقع ويب سايت زي كده خلاص، ما عندهمش ويب سايت، وفي ناس عندهم ويب سايت فانت بتكلمهم خلاص، وفي طبعا ناس عندها ويب سايتس حلوه ومحترمه وحاجه بروفيشنال، فتحاول ان انت تجيب قالب احسن من القالب اللي عنده وتزايد عليه، تقول القالب ده افضل من اللي عندك وهيشتغل افضل بكتير من اللي عندك، تمام. دي حاجه ممكن لو انت هتبيع قوالب بس مش هتعمل موقع كامل، فدي برضو اضافه ليك انت. ازاي؟ انت هنا عنده الاستضافه وعنده الدومين ومش عايز منك غير القالب بس، طبعا القالب بس دي يعني 2 دولار، يعني تقريبا انت كسبان مش 500، انت كسبان 1000 كامله
خلاص انت كسبان 1000 دولار او 1000 جنيه، انا اسف مش 1000 دولار، 1000 جنيه كامله اللي هي تقريبا، خلينا برضه احسبها لكم يعني 1000 جنيه كده يعني 63 دولار، انت كسبان 63 دولار، قول 60 دولار يا سيدي لكل عميل جاي من خلالك. طبعا موقع انا يعني شايف انه مش احترافي خلاص، يعني مش الموقع اللي يرقى لانه يكون موقع مصور محترف خلاص، فانت بتعمل له موقع محترم وتبعته له يعني على حسب طبعا ما هو يطلب منك. تمام، خلصت بقى الموضوع، الكلام سهل جدا جدا وبسيط. عندنا طريقه تانية ممكن نعتمد عليها خلاص، اننا يكون عندنا ايميلات زي الايميلات اللي موجوده في الفيديو ده خلاص، نعملها بنفس الطريقه دي، هسيب لك كل الفيديوهات تحت في الديسكربشن، وتروح تكلم الناس دي خلاص تقول لهم ان انا هزود لكم التقييم، التقييم ده عنده 23 تقييم، 20 تقييم، 16 تقييم، 21، كلها ارقام قليله جدا جدا. لما تزود له انت بال100 وال200 تقييم، روح اسمع الفيديو ده عشان تفهم اكتر خلاص، لما تزود له بال100 وال200 تقييم هيرتفع في الرانك، يظهر في الاول بدي حاجه كويسه بالنسبه له وحاجه كويسه بالنسبه لك انت، لانه هيجيب لك عملاء تاني. فيعني الافكار كتيره والطرق كتيره، تشغيل الدماغ بس اللي بيفرق من واحد للتاني. اشتغل وتعالى بعد شهر قول لي يا ريان انا كسبت كام من الطريقه دي. كان معاكم محمد ريان، وان شاء الله في تطوير وتفرعات للطريقه دي هتنزل في الايام اللي جايه، استنونا وفعلوا الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.